هاجس التأمين الصحي. بهذا العنوان كتب علي العمودي مقاله اليومي وقال: جاءت تصريحات سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول تأخر صدور قانون التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين لتؤكد الهاجس المؤرق الذي بات يمثله التأمين الصحي للجميع مواطنين ومقيمين. قبل أيام جمعني لقاء مع مسؤول كبير في الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان، تركز حول ملاحظاته على ما جاء في هذه الزاوية من تعليقات على طرق تنفيذ التأمين الصحي في الدولة، والذي جاءت به الشركة المشغلة نسخة طبق الأصل عما يجري في المجتمعات الغربية من تحميل الوالدين مسؤولية الرعاية الصحية للأبناء بعد 18 من العمر، وكذلك رعاية كبار السن الذين يجب أن يذهبوا هناك لدور رعاية المسنين بمفهوم المجتمعات الغربية. وألقى الرجل بالمسؤولية على الهيئات الصحية التي أوكلت له المهمة واشتراطاتها، وهي تعيش في برزخ ما بين مرحلتي الدولة الريعية ودولة الرفاه الاجتماعي، مبررا تمسكه باللوائح المشددة بأن الضمان الصحي ليس جمعية خيرية. وختم علي العمودي: من ناحيتي لازلت متثبتا بقناعتي بأن ما يجري على يد شركات التأمين الصحي عندنا وبالاستنساخ الغربي نزع الصفة الإنسانية عن الطب، ونحن نرى كيف تحولت مهنة إنسانية إلى تجارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأبسط شواهدها التحايل الذي يجري والرسوم المبالغ فيها في العيادات والمستشفيات الخاصة، ودخل غالبية الأطباء معها في سباق محموم بينهم في من سيحقق أعلى العائدات، سواء بإجراء العمليات أو طلب إجراء التحاليل أو صرف الأدوية، وتحول الضمان لشاهد على هذه التجارة.